إذا لم يكمل المصلين عدد 40 أو إذا لم يكمل المصلين عدد 40 مصليا، هل تعاد الصلاة بعد صلاة الجمعة؟ الصحيح أنه لا يشترط للجمعة عدد معين، بل تصح الجمعة بأقل عدد وهو الثلاثة فأكثر، أقل الجمع ثلاثة فأكثر تصح بهم الجمعة، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح اشتراط الأربعين أو اشتراط العدد المعين. الراجح من أقوال أهل العلم أنها تنعقد بثلاثة فأكثر، هذا هو الصحيح إن شاء الله. إن شاء الله. وماذا عن إعادة الصلاة إذا لم يكن العدد 40؟ نحن ذكرنا أن هذا الشرط ليس أن هذا الشرط مرجوح عند أهل العلم، والراجح أنه لا يشترط عدد الأربعين، وبناء على ذلك فصلاة الجمعة صحيحة إن شاء الله ولا إعادة عليه. جزاكم الله خيرا.